المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم حدث في مصر. تعقد مؤسسه الاهرام مؤتمرها السنوي الاول حول التحديات صناعه الدواء في مصر تحت رعايه معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لما شعرت به المؤسسه من المخاطر التي تواجه صناعه الدواء في مصر، حيث يمثل الانتاج الدوائي المحلي 80% والمستورد 20%. وايضا سيتناول المؤتمر العديد من المحاور، أهمها مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة الدواء في مصر. تابعونا. مشرفنا دكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد غرف التجارية، أهلا بحضرتك. النهاردة إحنا بصدد أول مؤتمر مؤسسة الأهرام بتعمله لمواجهة تحديات صناعة الدواء في مصر، حياتك ممكن تلخص لي حالة صناعة الدواء في مصر؟ أولا إحنا بنشكر معالي رئيس الجمهورية والسيد دولة رئيس الوزراء لرعاية هذا المؤتمر. مؤسسة الأهرام والمؤسسات الكبيرة وداعمة دايما لقطاعات كبيرة من التحديات اللي بتواجه مصر والدول العربية، فالسنة دي هي أصرت على أنها ملف الدواء تتبناه، ولأن هناك تحديات كبيرة لهذه الصناعة. مصر بتتميز بأنها عندها قاعدة عريضة وقوية لصناعة الدواء منذ الثلاثينيات، وحتى تاريخه احنا الحمد لله بنغطي اكتر من 93% من احتياج مصر، وبنستورد 8%، واي دوله في العالم تستورد من دوله الاخرى، فبالتالي احنا في منظومه امنه لتوفير قطاع دوائي. الحاجه المهمه ان احنا النهارده المؤتمر ده سوف يتناول رؤيه مصر لمستقبل مصر في صناعه الدواء 2030. على 2030 هناك آفاق جديدة لصناعة الدواء، من النهاردة احنا بادئين لازم نتكلم عليها ونشوف هنمشي في الطريق ازاي، بحيث لما يجي 2030 تبقى عندنا احدث منظومة موجودة. صناعة الدواء بتواجه بعض العوائق في او التحديات في سواء التسجيل والتسعير والتوزيع، فبالتالي هناك لازم لابد من مراجعة هذه بعض التشريعات، ونتمنى أن المؤتمر تطلع توصياته بآليات لوضع آلية تسعير عادلة، وفي نفس الوقت منظومة إجراءات تسجيل أسرع وأسهل، زائد أنه رسم خطوط عريضة لتصدير الدواء المصري لتوفير عملة للبلد. بالنسبة للمواد الفعالة، في مواد فعالة بيتم استيرادها من الخارج، هل احنا ممكن نستغنى عن الجزئية دي بإنشاء مصانع جديدة؟ يعني المستقبل، هل ممكن نقدر نقضي على القصة دي في المستقبل؟ أيوة، احنا مصر احنا بنشتغل على محور المستقبل بعد 5 سنين من دلوقتي، ان احنا نبدا يكون عندنا بدايه منظومه لصناعه المواد الخام، ولكن في الوقت الحالي هو لابد ان الاستراتيجيه تكون كامله، مواد خام وتكنولوجيا جديده في صناعه الدواء في 2030 هتطبق، زائد توفير احتياجات سوق وخصوصا مع تطبيق منظومه التامين الصحي، فكذا استراتيجيه في وقت واحد، منها استراتيجيه صناعة المواد الخام. حضرتك قلت لنا، أشرت لتجربة ناجحة جدا في بورسعيد عن التأمين الصحي، حضرتك ممكن تقول لنا التجربة دي نجحت إزاي وإيه أسباب نجاح؟ والله هو أسباب النجاح دايما مفيش نجاح إلا وراه ناس قادرة على أنها تقبل التحدي. مصر عموما ومؤسسة الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة قبل التحدي نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل تحت شعار أن مصر تستطيع، وفعلا مصر تستطيع. أي إنسان على وجه الأرض ربنا خلق له عزيمة، فلو هناك العزيمة والإرادة إن شاء الله لابد من وصول النجاح، فكان عزيمة ومتابعة جيدة من معالي الوزيرة
ومتابعة لصيقة من رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية على خطوات تنفيذ المشروع وانطلاق شرارة الأولى لمشروع التأمين الصحي بورسعيد. فكان النتيجة النهاردة أنه المريض النهاردة بيجد خدمة طبية على أعلى مستوى في مستشفيات التأمين الصحي مقارنة بالقطاع الخاص. فالتأمين الصحي تفوق في أداء خدمته والمنظومة العلاجية فيه عن القطاع الخاص، وده بداية انطلاقة لمنظومة ناجحة إن شاء الله. إزاي تعمم التجربة دي في مصر؟ هو دايما البداية هي التجربة، فلو هناك تجربة بدأت على محور يعني صغير ونجحت، لما بتيجي تتوسعي انت بتنقلي نفس الخبرة من هنا لهناك. أهم ما في الموضوع هو يكون ماشيين بنفس المخطط ونفس فريق العمل، زائد توفير الموارد المالية لاستمرارية نجاح هذا المشروع. شرفنا النهاردة معالي وزير الصحة الأسبق دكتور عوض تاج الدين، أهلا بحضرتك منورنا. النهاردة إحنا بنحضر مؤتمر لأول مرة عن الأهرام بالتعقيد وعن صناعة الدواء في مصر، حتك ممكن تلخص لي منظومة صناعة الدواء في مصر؟ أنا شاكر جدا على استضافتي في هذا البرنامج، تحياتي للتلفزيون المصري. هو ده أول مؤتمر تعمله الأهرام في العصر الحديث، لكن قبل كده اتعمل مؤتمرات لصناعة الدواء وقضية الدواء المصري، مؤتمرات كثيرة جدا. لكن طبعا كل ما ده المؤتمر بيكبر والموضوعات بتكتر والكلام ده كله. احنا عندنا مصر فيها صناعة دواء منذ الثلاثينيات. أول شركة دواء اتعملت في مصر شركة مصر للصناعات الدوائية، أيام طلعت على حرب عمل مجموعة مصر، بنك مصر وشركة مصر في حلوان والكلام ده كله. ففي يعني القاعدة الموجودة بتاع صناعة الدواء في مصر موجودة، وفي عدة شركات وطنية كثيرة جدا، وفي شركات متعددة الجنسية بتصنع الدواء في مصر. حضرتك الدواء المتاح في السوق المصري اللي احنا بنستخدمه يشكل 93% منه منتج محلي. ليس معنى هذا ان كل الدواء مصنع، يعني كل مكوناته محلية، لان ما زال المواد الخام او المواد الاساسية اللي بيصنع منها الدواء اللي احنا بنستعمله في جزء كبير جدا مستورد من الخارج. لكن المجموعات الدوائية اللي احنا محتاجينها للامراض المنتشرة في مصر، اللي هي تقريبا تشابه الامراض العالمية، كلها متوفرة وموجودة في مصر. وما زالت هذه الادوية حاليا بتصنع بجودة جيدة جدا، كل مقومات التصنيع الجيد للدواء موجودة، وما زال عندنا سعر الدواء منافس للأسواق العالمية. لكن هناك تحديات. التحدي الأول ان احنا نبدأ يبقى عندنا، ما فيش حتة في الدنيا بتصنع كل المواد الخام، لكن التحدي الأول يبقى عندنا منتجات محلية مصنعة بحيث ننافس بيها ونقدر نصدرها، تساعدنا في استيراد الأدوية الأخرى. ما زال الأدوية الحيوية اللي بتحتاج أبحاث شديدة أو كبيرة أو مكلفة جدا ما زال مش موجودة في مصر. فمثل هذه المؤتمرات بتساعد على أن احنا نوطن الصناعات الجديدة في الأدوية الجديدة والتقنيات الجديدة والحديثة في صناعة الدواء حتى نستطيع أن ننافس فيها. منظمة دولية طلبت دواء الفيروس سي، وده كان حاجة عظيمة. هل نقدر التجربة دي إن شاء الله تتعمل في أدوية تانية مهمة زي أدوية فيروس سي؟ بالضبط يا فندم. دواء اللي هو لعلاج فيروس سي، المولكيول بتاعه اللي هي النواة بتاعته اللي هي الجزء المؤثر، احنا بدأنا نصنعه في مصر، شركات تصنعه في مصر، واهم من كده بتصنعه بتكلفه اقل كتير جدا من الخارج. منظمه الصحه العالميه اعتمدت تصنيع هذا الدواء وادويه اخرى الحقيقه، مش ده لوحده،
واعتمدته انها تشتري للعالم او تشتري للدول الاخرى او الدول تشتري منه للعالم. فدي احنا عايزينها في ادويه كثيره، يعني نقدر نصدر ادويه كثيره تنفعنا في هذا المجال. شرفنا الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة الأهرام بتعقد أول مؤتمر سنوي ليها في صناعة الدواء، حيتك ممكن تقولي إيه الهدف من إقامة هذا المؤتمر؟ زي ما حضرتك أشرت، دي النسخة الأولى من مؤتمر سنوي دائم إن شاء الله لصناعة الدواء، لأن صناعة الدواء دي صناعة أمن قومي وصناعة استراتيجية وصناعة تقيلة ومن الصناعات المهمة جداً اللي بتبقى لها أهميتها في العديد من المجالات. يعني لما بنتكلم على صناعة الدواء بنتكلم على توفير الدواء لمئة مليون مواطن مصري، وأهمية توفير هذا الدواء بسعر معقول وبيحقق الاستراتيجية اللي بيهدف إليها سيادة الرئيس من مجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق المبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس سواء كانت مبادرة 100 مليون صحة أو التأمين الصحي الشامل أو مصر خالية من فيروس سي أو مبادرة الأمراض غير السارية. كل دي مبادرات بتحتاج عشان تنفذ محتاجة دواء، ودواء فعال وآمن وبسعر معقول يقدر يلبي هذه الاحتياجات. ده البعد الأول. البعد الثاني مش مجرد بقى السوق المحلي بس، لازم السادة المشاهدين يعرفوا أن صناعة الدواء أصبحت من الصناعات الاستراتيجية في دول كتيرة من العالم، ويكفي أن احنا نعرف مثلا أن في دول بتصدر ب 12 مليار دولار دواء. دولة إقليمية للأسف، يعني دولة إقليمية من دول الإقليمية، إسرائيل بتصدر ب 12 مليار دولار دواء. وبالتالي لما نتكلم احنا محتاجين نوصل للرقم ده، ونقدر نوصله أنا أقدر نوصله لأن مصر بها المقومات اللي تقدر توصل للرقم ده وأكتر من الرقم ده كمان. الآن هناك أمن وأمان، هناك في حالة استقرار سياسي، حالة استقرار اقتصادي، مصر بتشهد نمو متصاعد جدا في الاقتصاد. وبالتالي لما نركز على هذه الصناعة ونبدأ نشوف ونعمل مصانع لأجل التصدير فقط ونقدر نساهم بهذا القدر، ده بتفتح فرص كتيرة جدا للعمالة، بتنشط الاقتصاد. تخيلي لو احنا بنتكلم على 12 مليار دولار، يعني تقريبا بما يعادل دخل قناة السويس مرتين. وعشان كده دي النسخة الأولى من المؤتمر اللي إن شاء الله هيعقبه مؤتمرات دايمة. وزي ما حضرتك شفتي النهاردة وزيرة الصحة أشراكت المؤتمر في الاجتماعات الشهرية الخاصة في الوزارة بمناقشة مشكلات صناعة الدواء، وده خطوة مشكورة أنا بحييها عليها، لأنها هتبقى في لجنة دايمة تتابع توصيات المؤتمر وتنفيذ هذه التوصيات، وهتبقى دايما متصلة بوزارة الصحة وبأجهزة الدولة المعنية المختصة بهذه الصناعة، لأن الحقيقة صناعة متشابكة شوية، يعني في جزء منها تبع وزارة قطاع الأعمال العام. عشان كده كنا شايفين النهاردة مشارك معنا الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في جزء منها بيتعلق بالبحث العلمي، عشان كده برضو كان مشارك معنا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جزء متعلق حتى المصريين المغتربين النهاردة بنقدم لهم الفرص الاستثمارية اللي يقدروا يشاركوا من خلالها، خاصة في ظل مبادرة مصر تستطيع اللي عقدت مؤخرا في مصر، وشاركت برضو معنا الدكتورة نبيلة مكرم. نفس الحال وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، كل دي وزارات وأجهزة معنية مشاركة في الحدث وبتشارك بقوة، وإحنا على اتصال دائم بيها، وبالتنسيق معها هنقدر نوصل لرؤية وحلول للمشكلات اللي بتعترض هذه الصناعة الحيوية، عشان نقدر نساهم بما يجب مساهمته في الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجة المواطن العادية في توفير دواء بسعر معقول وبأعلى كفاءة ممكنة. هيبقى من ضمن محاور المؤتمر منظومة التأمين الصحي؟ طبعا، ما منظومة التأمين الصحي هتتطبق ازاي بدون دواء؟ لازم منظومة التأمين الصحي الشامل عشان تعمليها، اللي بدأت وطبقت فعلا، طبقت في بورسعيد، والنهاردة بتم نقلها لمحافظات أخرى زي الإسماعيلية وزي جنوب وشمال سيناء والخمس محافظات اللي داخلين في المرحلة الأولى والأقصر.
عشان ده يتم لازم تبقى فيه منظومة دواء فعالة جدا جدا، وده جزء مهم. والحقيقة كان المفروض يحضر معنا الدكتور محمد معيط لولا ارتباطاته، لأنه هو جزء معني بالمنظومة ديت، وأرسل كل المعنيين بملف التأمين الصحي الشامل حاضرين معنا جلسات ونادات المؤتمر عشان نقدر نتوصل لرؤية متكاملة في مجال التأمين الصحي الشامل وعلاقته بمنظومة الأدوية في مصر. شرفنا النهاردة دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة في المؤتمر بنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع صناعة الدواء في مصر. في تحديات وفي صعوبات، والمؤتمر ده إن شاء الله هيوصل لحلول ليها. هاتك ممكن تديني فكرة عن الموضوع؟ الحقيقة المؤتمر مهم جدا، وكانت مبادرة كريمة من مؤسسة الرمل العريقة وشرفوني برئاسة هذا المؤتمر. فده مؤتمر في نسخته الأولى، وإحنا يعني بعد الجلسات التحضيرية الكتيرة اللي عملناها علشان نطلع بالثمان جلسات، أربع جلسات على اليوم الأول وأربع جلسات في بكرة إن شاء الله في اليوم الثاني، لمناقشة كل التحديات زي ما حضرتك تفضلتي في صناعة الدواء. تحديات في كل حاجة، تحديات في التسعير، في التسجيل، نقول تحديات يعني عقبات تم تذليل البعض منها ولسه فاضل، وده طبيعي. فمش لكن احنا مش عايزين نتكلم بس على التحديات، مع ان ده فعلا هو عنوان المؤتمر، سواء كان تسجيل او تسعير او تسويق الدواء او توفر الدواء او التكنولوجيا المبتكره المتطوره بصوره متناميه بسرعه شديده في العالم كله من الادويه البيولوجيه وخلافه. مصر موقعها ايه؟ المواد الخامه موقعنا ايه؟ حجم التصدير برضو الحقيقه يعني رقم اقل كثير من تاريخ صناعة الدواء في مصر اللي يعود لثلاثينات القرن الماضي. ممكن قوي هناك مساحة كبيرة للتحسين فيه لما نقارن ببعض دول المنطقة حتى إن نقارن بالعالم. لكن في نفس الوقت خليني أقول لحضرتك إن كان في نقاط مضيئة كتيرة في صناعة الدواء في مصر في آخر كم سنة، يعني آخر أربع خمس سنين، زي ما سمعنا من التقرير من شركة IMS، الشركة اللي بدأنا بيها وأنا تعمدت إن نبدأ بيها قبل ما نقول كلماتنا، عشان نقول رغم إن العنوان تحديات إنما هناك نقاط مضيئة قالت هذه الشركة. كل سنة حجم الصناعة وحجم السوق بيزداد، حجم التصدير بيزداد مش بالسرعة اللي احنا عايزينها لكن بيزيد، وبالتالي النقاط المضيئة دي بنحطها في ناحية وقدامها التحديات في ناحية الأخرى علشان يبقى في بارقة أمل، لكن نطلع بحلول سريعة. هنطلع إن شاء الله بحلول لكل في كل جلسة لكل عقبة بتقابل صناعة الدواء وتسويق الدواء وسوق الدواء المصري. وهيبقى المؤتمر ده قررنا أن يكون منصة دائمة، هيتعمل المؤتمر في كل سنة في هذا التوقيت إن شاء الله، يناقش هذه المشاكل. ولكن من السنة للسنة هيبقى فيه لجان نوعية هتتابع التوصيات اللي هنطلع بيها بكرة إن شاء الله مثلا بتنفذ، شغالة يعني مسهل أو فاسيليتيتر لمتخذي القرار إنهم يحلوا العقبات دي ولا لأ، يعني بحيث إن يبقى فيه تواصل دائم ما بين الجهات المعنية وعن سوق الدواء في مصر والمسؤولة عن اتخاذ القرارات المختلفة فيه ومدى تماشيها مع التوصيات اللي طالعة من المؤتمر. إن شاء الله السنة دي ده أول مؤتمر، السنة الجاية هنتابع ده وهكذا. الرؤى المستقبلية حياتك في الفترة الجاية؟ الرؤى المستقبلية أني لازم يعني حاليا مثلا بنتكلم على سوق الدواء بيغطي 93% من احتياجات الشعب المصري، طبعا نسينا نوصل مثلا ل 100%، بنتكلم على 80% من الاحتياجات بتغطى بدواء محلي، لكن في 20% بدواء مستورد، ممكن دي برضو هنا الدواء المحلي ياخد دور أكبر شوية. بنتكلم على شركات متعددة الجنسيات اللي بقالها سنين في مصر، والحقيقة الشركات هي صحيح متعددة الجنسيات لكن أضرور شركات وطنية قامت بتوطين الصناعة والتكنولوجيا بشكل كبير جدا في مصر في العشرين تلاتين سنة اللي فاتت أو أكتر كمان، يصح نديها دور أكبر ونفتح لها ونحل العقبات اللي عندها اللي هي بتعاني منها، علشان نقدر نجيب التكنولوجيا المتطورة اللي هم عندهم البحث العلمي يعني متقدم عننا شوية في الغرب، فالحاجات تيجي أسرع شوية.
نظام التسجيل العقار الجديد والتسعير والتسويق محتاج دفع قوي. في بعض القرارات المهمة والإيجابية اللي اتخذت، لكن محتاج برضو نظرة أكثر شمولية وأكثر جرأة علشان السوق يستفاد أكثر. استيراد المادة الفعالة حتى الآن طبعا هو موجود، وده ملف مهم أظن هيبقى عليه جلسة مخصوصة. ده موضوع مش سهل لأنه محتاج استثمارات عالية جدا، إنما هو في الذهن وهو في الأفق بنتكلم عليه، لازم مصر إن شاء الله هتخش فيه بإذن الله. شرفنا الدكتور اللواء راضي عبد العاطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أهلا بحضرتك. إحنا النهاردة في أول مؤتمر سنوي دولي الأهرام بيعملوا حول تحديات صناعة الدواء في مصر، وحضرتك مشرفنا. ممكن تكلمني عن دور حضرتك في المؤتمر؟ طبعا أنا بيسعدني أن أنا أشارك في هذا المؤتمر اللي بيقام للأول مرة، مؤسسة الأهرام بتقيمه، معرض ومؤتمر الأهرام للدواء. اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الدواء، بمنظومة الرعاية الصحية للمواطن، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الدولة في هذا الإطار، بيأتي هذا المؤتمر مواكب ليها، بيضع رؤى لواقع الدواء في مصر، التحديات، الآليات لتطوير منظومة الدواء، تطوير منظومة التصنيع، الجودة، التصدير. هي رؤية لمنظومة متكاملة، نتمنى أن هي تصل في النهاية إلى تحفيز صناعة الدواء في مصر بشكل يليق باسم مصر، يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتولي هذا الأمر اهتمام خاص، لأنه مرتبط بالنهاية بصحة وسلامة المواطنين. احنا كجهاز حماية المستهلك أحد أجهزة الدولة اللي لها دور في هذا الإطار بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، الدور الرقابي اللي في النهاية بيصب في ضبط المنظومة لمنع أي ممارسات سلبية، لتشجيع الصناعة الرسمية للدواء، لأن أي دور رقابي لما بيؤدي لضبط أي ممارسات سلبية أو أدوية خارج الإطار الرسمي، ده بالنهاية بيصب في مصلحة الصناعة الرسمية للدواء في مصر. أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتمنى تكون عجبتكم، على وعد إن شاء الله، وحلقة جديدة وفريق عمل جديد وحدث في مصر.